رايكم من جديد في زون ميكس مثل ما متواصلين مع ضيفنا اليوم اللاعب الدولي السابق خالد القضيبي اللاعب السابق للكلوب لاسبيرونس ستاد من نوبه في عند اتجاه في قطر في الرجاء. كيف خالد عاد رحب بيك من جديد. حكينا بجوز الاول على تجربتك في الاسبيرونس وصلنا العوده انت اكل تونس باهي خالد. نتفكر لك تصريح انا شوف في موزايك وقتها نشوف في العشره قلت رجعت لتونس نلعب كان مع ترجي ما بدلت زي ترجي مهما تكون التكاليف الفلوس مش كل شيء ومحبة الجمهور ما يتشيرش بالفلوس ودمك احمر واصفر. تتفكروا تصريح هذا ولا تفكروا ايه ما حاجة الوقت المجهود انا اخوي اختي روحت اختي كلموني الاسبرانس وقت هذاك علاش ما عودش انا في الوقت لما كلمني سي حمدي قال لي باش ترجع معنا ونحبك معنا ترجع وتفهمنا على الكونترا وعلى البوان الكول وهبط لهنا قعدت انا وياه راس راس في داره وتفهمنا على كل شيء. هو مش وقت فواياج في الصيف وقت نذكرها كيما تو مشي البرتغال طلب الافوكا نتاع الاسبيرونس قالوا هاكا غدوه كلم خالد عشان التصريح صحوا الكونترات فهمت معاه كل شيء وحط اعطاه لي بوان كتبهم العشره جيت لحديش نص نهار ما فما شيء ما كلمني حد وسي حمدي كي يسافر باش يمشي فواياج وعائلته سكر تليفونه ما نورمالمون كي يكلمك انت بريزيدون ما قعدت نستنى ما كلمتش انت ما نكلمش علاش نكلم اخي انا متفاهم ما تفاهمت مع سي حمدي ما متفاهم انا قعدت في الدار ما كلمونيش قعدت في الدار اخر نهار في الميركاتو كلموني اللي طوالوا الكلوب فهمتني في اخر نهار كل شيء كلموني الكلوب من قبل فهمتني كلمني بعد سي مريعي وقتها قال لي راهو هكا وهكا قال لي وجيت العب معنا وكل شيء مشيت صحت في الكلوب فهمت كان فما شكون ما يحبش خالد يرجع باش نصير ما نلمش نفهم شكون ما نعرفش ما تقولش تيش اي ما تقولش باهي ما تقولش لفهمك ما تقولش انا نقول انا اي واحد يعمل الخايف في دينته عند ربي خويا عند ربي تتحاسب ربي نفس المسؤول اللي سبب في خروجك 90% تحكي لي ربع نور لا مش هو لا شكون المسؤول لا ما نقولش انا قلت لك بينه وبين ربي خويا كل هذه القفعة وليد العارم لا صحابي انا وليد مدخل وليد مش مدخل في المتهيات نسميك في المسؤولية بتاع اسبيرونس لا ما تسميليش ولا ما نقول السيد عمل فيك لما تعملش عليه الحمد لله ما دام واحد عايش ويتنفس الحمد لله يا اخويا بالنسبة لي انا الحمد لله كل هذه القفعة في الدنيا جمهور اسبيرونس غش عليك ورشة وقت غش كليت بهذا مش غش غشت كليت بهذا كسروا لي كهربتي كسروا لي الكهرباء غشوا عندهم الحق شي تغش تي رياكسيون نورمال تفهمها انت نفهمها كنت رمز خاطر في الاسبيرونس بيان سور معناتها مش واحد ما كانوا يحبوني برشا كانوا راهو عمرها ما صارت معناتها بار دور ترجعوا باش يهبطوا بندرول كبيره فيها تصويتي في رادس عمرها ما صارت في لونترينمون يجيبوا تصاوري نتفكر كنت ما شاء الله معناها في الاسبيرونس كيفاش كسروا كهربتك كسروا لي كهربتي قدام الدار يعرفوا الدار وكسروا لي فتقوها مش كسروا هذا اول ما صححت وقتها وعرفت شكون شكيت ولا ما شكيتش على خاطر زايده خاطر رياكسيون نورمال تتفهم ما انت عملوها بمحبه بالنسبه لي عملوها بمحبه كسرت كهربك بمحبه على خاطر هما ما تغاضتهم وكهو مش كي بيهم معليش زيد بعد بديش تقبل العبيد حتى اليوم يا عاش والله نعطيك حاجه الحقيقه كسوا جمهور الكلوب ولا الاسبيرونس يحبوني في تونس راه ما فما حتى قلق انا حتى كي عرضوني لو الزوز يحبوك خاطر اللي لعبت معهم جمعيه البست ماريول ما دخلت حتى نقطه عرق وعطيت من قلبي ودمي وبدني وفم في ماتشات في الاسبيرونس انا عامل لاتيرال اللي نورمال نتاعها علاش شهرين في كوت نيجيريا مع الكيب ناسيونال وبعد 5 أيام لعبت مع صفاقس ربحني صفاقس هنا في رادس في رمضان بعد 5 أيام ما انت عطيتها بدني اي جمعيه حتى الكلوب راهو ما دخلت حتى نقطه عرق باهي عليك كيفاش كانت المفاوضات مع الكلوب وقتها في تعفيز لا ناقشت فلوس لحتى مشيت صححت وكونفانكو بتصححها وعديت معاه دي مومون طياره على الاخر والجمهور وقف معايا على الاخر والتو باهي خالد فما حكينا شكون احنا نعرف انك انت صحيحه ولا صحيح وقتها في بيرو سليم الرياحي ماشي بالصحح سليم الرياحي خرج وانت قاعد تستنى ما عرفكش ما عرفش ما يعرفكش ما يبرسني صحيح الحكي صحيح. على الموي تبعي. يحكي معي خطر هو يحكي معي في التليفون. من قطر هو يحكي معي في التليفون. فهمتني ما يعرفنيش معناتها. الموي تبع كورة معناتها. صحيح ما يعرفنيش داخله البيرو ما يعرفنيش خايف لي يا جون ولا عرفت عليه شنو. قلم وين القرب يا ذاك. والله بالرسم. ايه كانت سير المفاوضات مع الكلوب ديريكت صححت ولا؟ ديريكت ما با ساعة هو وقتها في كوبا فهمت معي في التليفون بعث لي مراد كوبا جيني للدار و...
علاش اخترت الكلوب؟ قلت لك كان عندك ليتوال وقتها. ولا يا خاطر وقتها في تونس العاصمة قلت بوركوا با نجرب نلعب مع الكلوب. حتى سوسة خط ولا ناس خاطر انا معناتها الكلوب تعمل ظلمت سيرتو ظلمتهم سيرتو في لي ديكلاراسيون بتاعي معناتها. كنت تستفز برشا الكلوب. ولا ما اما الحقيقة راهم مش نقول لك حاجة راهم وقفوا معايا سيرتو جمهور ناحية المسؤولين وناحية كل شيء. الجمهور وقف معايا وقف معايا لأنها درجة. حتى كي خرجت معروفة الخرجة متاعي ظاهرة معناتها خرجت معناتها ما همش قابلينها اليوم من هذا إلى يوم من هذا ما همش قابلين. قلت لي ندمت على التصريحات اللي عملتهم وقتها. ندمت ندمت. أول يوم في البارك ما كانش عادي. يا أخي أنا كي صحاها سيمريها كي كليت بعضها الدنيا وماكلة بعضها. سيمريها قريب برمشي باش خلصت تسكرة في فرنسا وقعد غاديك شهر خبي وجهك بعد يجي. قلت له يدي لي علاش أخي باش قتلت روح. قلت له مش قال لي انا ما تحملش مسؤوليه بصح واضحك البوليسيه يقعدوا في البارك ومشيت مش عادي فما ظهر لي فما 7000 8000 لعبت فوق فوق عمر مريض وقال الاعتداء عليك هبطول هبط هبطول انا وقت الاولاد وقفوا حطوني في وسط ما تعملوا بي دوره وما قالوا لي مسوا حتى حد زعيم الزوادي ظهر يدخلك للبارك بس دخلني علاش دخلني اخت وقت انا ما عنديش كهربه تعدي لي وسكن بحدايا وقت جيت انا وياك فهمت صار اعتداء ولا منعوه؟ لا ما صارش. بعد شفت حتى فيديو مشيت بعد حكيت مع الجمهور بعد هيك حكيت معاهم وصفقوا لي الحقيقه وقفوا معايا انا درجة للاخر معناتها اعتذرت وقتاش حكيت معاهم ولا ما اعتذرتش قلت لهم راهو جاي باش نعطي دمي وقلبي وكل شيء وايفيكتيفمون معناتها كي هما ملوم ما همش كونفانكو بعديك كي ماتشات مزوج ثلاثه ماتشات كروني كاش نلعب تبدلت الفكره نتاعهم وشفتهم معناتها شفت الرياكسيون نتاعهم كيفاش تقيم الاكسبيريونس في الكلوب؟ الحمد لله ناجح ناجح ما فيهاش اللي عليه كامل نحن الوالة فهمت من بعديك صارت فهمت انا شنو صار معناتها اللي عليه نحن الوالة من بعديك صارت بدلوا الستاف والستاف ماشي كوستير وقتها كوستير وقتها فهمتني هلكونا بتبديل الستاف وبرشا حاجات علاش صارت برشا مشاكل وخلاصات وبرشا حكايات مشكلتك شنو عم تساعد روحيش؟ ما عندي حتى مشكله وصل هو عنده مشكله ظهر لي معي انا مروح مستاج كيب ناسيونال لعبت وقت كوريا لعبت تيتولير ولعبت بلجيكا تيتولير روحت وقت نحن فاكونس في الشامبيونات تونس طلبني قال لي جا نحكيو انا خايف باش نحكيو على ما عرفتش شنو معناتها هبطت لهنا قال لي ما نجموش نكملوا هكايا راهو خالد مكتاف هو وقت يحب يجيب جواريته ظهر الحكي فما واحد جوار انت ناسيونال تجيب تقول له ما نجمش كامل هو لعب زوج ماتشات كيب ناسيونال العام كامل نلعب كيب ناسيونال. بالك شي فنيه مش مقتنع بيك ما عرفتش. يا اخي تحب تدخلونا في متاهات ما نعرفش انا معناتها هو باش يقيم يا اخي كيما قال له الاخر اخي هو لابس منيو لبست منيو ولا معناتها انا نجم ندخل في حكم تاع طبيب نقول له اعمل هكا وهكا معناتها انا طبيب. ينسمى ينسمى نجح هو هز لقب بطوله مع الكلوب. اعطيني جواريت اللي جابهم هذوكم الكل تما تنزا مش لقبته نزا تتروت تاعت الافريكان يا اخي شنو يا اخي فما لوجيك في الكوره ما فماش واحد جوار يدخل في علم الطب ولا طب طبيب يدخل في علم عندي انا هذيك هي خويا ما نجمش خويا ما تنجمش انت انا عندي راه قربت 45 ماتش كيب ناسيونال وعندي اكسبيريونس وعندي هز تيتروات وهز لعب في جمعيه تونس كامله علاش سميت منتصر الوحيش اللي خرجك من الكلوب ما سميتش المسؤول اللي خرجك من الكلوب على خاطر منتصر الوحيشي خاطر انا كنت مسحت 3 سنين في الكلوب وكان قعدت في الكلوب راني عملت ما يتعمل فهمت ونعرف روحي شنو نقول خاطر هو الفاسون كيفاش خاطر هو وقت اللي انا خرجت من هنا خاطر جاني سليم الرياحي قابلته في بلاصه لو سليم الرياحي مكلموه تو يقول لك قال لي انا ما نعرفش علاش خرجت قلت له شنو نعرفش ما يعرفش علاش فهمتني منتصر الوحيشي قال لي جا قالوا راهو يتكلم في الفيستير وهكا 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 وما فهمش منه الموضوع هذا الكل ونطلبوا تو الجواريت اختي جاب الميكيري وناطر وصابر خليفه مشاو له قالوا له يا قربي راه بلاصتو هنا امور خليه لحلحوا بيه قال لهم لا او نطلبوهم تو الجواريت وشوفوا ما صارش كونتاكت بعد بيناتكم ما صار حتى ما بيناتنا شكون انتوا منتصر ما صارش كونتاكت ما صارش ما ربي يهديك شنو نقول لك نقول ربي يهديك اللي علي عملته هكا بلو كان نعمل كومباريزون خالد بين زوج تجارب نتاعك في الاسبيرونس والكلوب زوج باهيين زوج باهيين شكون افضل زوج باهيين رغم اني هزيت في الالقاب زوج باهيين وزوج نحبهم وزوج عملوا معايا البيك سوا
معناتها كسوا سي حمدي عمل معي برشا باهي والجمهور عمل معي باهي وجمهور الكلوب خويا عمل معي برشا باهي ما ننساهولوش خويا. باهي خليني نسهلك انا شويه. قارني من ناحيه الجمهور. الزوز كيف كيف شنو؟ شكون افضل؟ شنو الزوز باهيين الزوز زوز ما عندي ما نقول فيهم. دبلوماسيه هذه. لا والله لي. والله لي. ما عندي ما عنديش بلان. باهي من ناحيه الاداره. الاسبيرونس خير برشا. باهي وصل لي في النهج هذا. من ناحيه الفلوس. بيان سور الاسبيرونس منظمه. باهي. اداره الاسبيرونس شركه تقص عليها. النجاح نتاعك انت. قاصة سي حمدي المد براهو. سليم ريحه ما نجحش تسمى ما نظمش. ما نجحش. من ناحيه النجاح نتاعك انت. الزوز الأقرب لقلبك تو الزوز قرب القلب والله يا الزوز قرب القلب يا. ونمشي نتفرج فيهم الزوز أماني قتلي عنده زوز قلوب والله الزوز يمشي نتفرج فيهم والله وين خليت أكثر فلوس في الكلوب قديش ما نقولش من عناش برشا خليت وفي ستاد تونيزيان خليت برشا فلوس وفي الاسبيرانس لي الاسبيرانس لي الحمد لله وين كنت تخلص أكثر ما معناتها بدنا كنت نخص أنا يا جماعي كنت نخص فيها أكثر شغالية الاسبيرانس ولا الكلوب 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 جماعيتي كنت صغير قلت لي اسبيرانس واليوم كلهم جماعيتي ياسر ماكش متعود خل بلبس والله لي دخلت لي الساعة الإيميسيون سريع ما نجمش نقول لك أنا حاجات اللي ما الزو عملوا معايا برشا بيه ما نجمش نقول لك في تدويناتك حتى على انستغرام تميل للكلوب لا عليه هكا تصاوم الاسبيرانس فما ديربي هبط ستوري ما لا ماهوش ديربي امبوسيبل لا ديربي تصاوم نهبط حتى ستوري امبوسيبل زوز نهبط لهم تصورهم حتى استاد نهبط لها تصور عليها لما نجمش انا نقول لك راهو اسلام ماكش في بلاصتي خاطر انا الزوز عملوا معايا بوقفوا معايا سيرتو الجمهور معناتها الزوز عملوا معايا برشا به باهي خالد ندمت على الاعتداء على يوسف ترابلسي مع ملاعبي استاد شوف غلطة هي معناتها وخلصتها كاش كما نقولوا ظلي الوحيد اللي خلصها كاش فهمتني باه اما انا مانيش مسامحه على حاجه برك انت مش مسامحه اي مش مسامحه على حاجه برك اللي هو مش يشكي في القضاء اللي هو دومي معناتها في الكوره صار تقريبا يموت السيد لا 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 بعد بدرج انا عندي شكون في كنيك توفيق قال لي راه ما عنده شيء هما الكل سينما كان مش يموت ما يلعبش من بعد بخمس ايام ماتش تمشيت للكلينيك انا خالد وحدك انا نعرف سيد ارتجاج بعد خمس ايام صار ارتجاج بعد خمس ايام يلعب ماتش في المرسى ما يعرفش امور طبيه هذه يا لعب خمس ايام بعد ماتش في شنو بعد خمس ايام لعب ماتش معناها ما تصيرش راهي كان بعد خمس ايام تلعب ما غلطتوش انا غلط لا انا غلط غلط ونطلب من السماح جمهور رياضي معناتها كان زميلي في منتخب الاولمبي كان زميلي انا كان زميلي كنت معاهم فيه في الكبنه السنه راهو المشكله فيش نكون تعاون فيه انا قلت لك انا نطلب السماح من جمهور الرياضي وكا هو غلط ونتحمل مسؤوليتي وكا علاش استنفت وقت العقوبه خالد نتاع الايقاف من الحياه لا استنفت خاطر وقت انا ديجا نحب بطل الكره مزيد صغير وقت اي قلقت برشا مشاكل ما عادش لي كونديسيون نتاع نجم نكمل الكره مشاكل شنو رياضي. مش مشاكل كاو هزيت ترويت لعبت بلاسيت تعبت وما نفسانيا ومخي تعب وقت رغم اني مازلت كنت تعطي وقت اي كنت ناط مازلت كنت ناط ومازال وقت يكلموا فيه الجمعيات يجي ما حبيتش باهي نمشيو اول البريك خالد في الحصه نتاعنا اليوم زون روج زون روج باش نبدل لك شويه انا النسق نتاع الاسئله خالد يقولوا لعبك مستفز وماكش منضبط على الميدان منضبط اكثر واحد منضبط على الميدان كان مانيش منضبط ما نعملش اعطيني اكثر من لاعبي عمل معناتها تشوفوا له حجري في التيران اكثر مني تاخذ برشا علاقه حمر معنا هذا مش معناه منضبط مش منضبط بيان سور خذ برشا حمر اما في بلايص ما عندي فما لي كارتون روج عملته في بلايص كسوا باش نكسر اللاعب كسوا باش نقص اتاك كسوا في بلايصهم تاخذ صفره مش حاول اي مو ديك اي صفر بزوز صفر تعمدت ظلم لاعبي مره لا اي فرجاني سياسي ومشيت له طلعت من السنة وطوى صحاب ديجا كاتب هكا مكتوب سؤال فرجاني سياسي وقتها مع الكليوب لا هي هو طلعت من السنة وطوى صحاب راهو كل الاخوة اي شفتكم حتى في الحوار اخر مرة وقتها ربحينا 2-0 في المنزل وجمهور الكليوب وقتها وهما يلعبوا ويستفزوا فينا شادين الكرة في كورنير سي نورمال الواحد على اعصابه حبيت تزوروا وقتها
ليه نرفز بطلوا تاك اي تو ضد الكاميرون وقتها مشيت للسيق وقتها مضروبه وقتها السيق في ديريكت للسيق هذيك تعمد هذيك حبيت نضرب وشو خرج باش خاطر نحن نربحوا وقت ربحين دوز ان نربحوا نترشحوا للانكا باهي علاش بطلت بكري 29 عام يعني قلت لك كاو تعبت يزي بصراحة مشاكل عائلية أثرت على مسيرتك ليه سنة غينا فواغ جملة ليه سنة غينا فواغ بالعكس أثرت على إيقافك الكورة معنى لا لا بالعكس شتي بالعكس ارتحت مش زدت ارتحت نفسي كي بعدت على المراوغة قلت في التلفزة خالت خالت عليك هي نفيت الحكاية ذي قالت انت طلبت هذه قالت لي قالت ما نحبش انا راهو انا انسان معروف معناتها مش باش نعملوا البوز بحكي فارغه انا ما نحبش نحكي فيه الموضوع هي تقول ولا ما تقولش انا اخويا مرتاح نفسانيا كي بدت وعندي انت طلبت انا عندي انا طلبت وعندي إيه معناها انت بطلت انا بطلت خاطر انا وقتها لقيت روحي كي نطلق مرتاح نفسانيا عندي بنياتي اخويا ربي يفضلهم ربي يخليهم ربي يعيش باهي كانت هذه زوني روج نبدلوا شوية الأجواء خالد نمشي نعملوا كويس كويس علاش نضحكت كيك باهي مجموعة من الأسئلة خالد متخممش برشا متكونش ديبلوماسي كما قبلك أعطيني بصراحة الإجابة في كلمة شكون أحسن لاعب تونسي توا توا محمد علي محمد احسن لاعب في تاريخ تونس في تاريخ تونس يوسف المساكن في تاريخ تونس يوسف المساكن هذه قال ايهاب المساكن الدنيا تقلبت عليك خلي تقلب يا اخي انا عندي راي خويا ما فهميش ما تخفلت نتاع كوره بالكشي خاطر صح لا لا خويا وعشيري اما فلت نتاع كوره يوسف راه ما يلعبش ما يترانيش مش انت كوار ما يترانيش مع كامل ما يترانيش معانا ونطلع حد يجيب لك الماتش هو باهي لاعب من الشامبيونات في تونس توا خالد تشوفه قادر ينجح في اوروبا بن حموده محمد علي فما مازال ولا شيء بن حموده اللي عنده لي كاريتي اي عنده اوكي متفاهمين مازال ولا بن عمر محمد علي بن عمر واقرب لاعب ليك شكون وليد يوسف وليد شكون هيشري صابر خليفه هذول احسن مدرب تونسي فوزي بن زرتي بدون نقاز احسن مدرب دربت عنده حتى مش تونسي مثلا دي مورايس ابون كان محل تندر كي كان في تونس وقتها في السياره سيد يخدم مع مورينو وقته خويا انترينور كبير هذاك وهو اللي جا الاستاد هو جاب لي ديسبيرونس مدرب عنده فضل عليك سي عز الدين بزداح الله يرحمه وفوزي بن زرتي أول سالير قد يخذي 200,000 في استاد ويخذ سالير خذيت ولا ما نفسيت يعني أنا صدقت بيش كل أكثر لعب خديم خالد يخدم برشا في الانترينمون أكثر واحد فما خالد المولي فما عادل الشادلي فما أنا وليد الهيشري ملعب بكركار يوسف ويهيب خو زوز أخو مات ما تنساش كامرون وكامرون وزوز لهنا ولا كامرون كامرون اللي عملنا دوزا دو اللي جيت فيه 15 كيلومتر اللي في كوب دافريكا وماتش ساس ماتش الويدات فينال وماتش مع الكلوب كونتر الاسبيرانس 2-0 ربح ما تحب تغضب حتى دبلوماسي برشا باهي بونتو ما تنساش كتر المغرب اللي ما كنت فيه انا ويوسف كفرون ديريكت هذاك انا نجم نقول احلى بونتو سجلته ولا احلى بونتو ما لقيته انا بونتو مزيان هذاك كفرون ديريكت من 35 متر وماركيت بونتو مزيان كنت مع الاسبيرونس سنتري اللي خلي شميم في قفصه بالراس هدفت منيت لو كان كنت انت سجلت نتاع فوق نتاع الوداد ما عطيتونا الباس مش علينا حاجة فيك ما تعجبكش عطيت برشا ثقة للناس نعطي برشا ثقة للعباد اللي ما يسحقوش أحسن لاعب في العالم
رونالدو بريسيان احسن مدرب في العالم. اي زيدان قبل الحوار وانت جاي خلاص تقول زعما شنو يسالني عرفتك باش تحب تضيحني. كانت هذه لوكويز لوكويز. نكملوا مع البريك الأخيرة خال ليكيب تيب ليكيب تيب باي خال لعبت في برشا جمعيات كما كنت سمي فيهم الكلوب دسبيرونس ستاد منوبة في قطر مع السيلية والوكرة كيف كيف الرجاء لعبت برشا ملاعبين باش نحطك انت بيفو وتعملي تشكيلة من اللاعبين اللي لعبوا معك حتى في المنتخب زادة جارديان بلبولي كيما تحب تحب برا فول علي مين علي سار علي سار معلو في اللاكس وليد وجايد لعبت معه خط عليه بيفو انت وش كنت تحطه معك مجدي ترى ديس دراجي علي سار صبر وعلي مين يوسف يوسف ما يلعبش علي مين يقلب صابر على اليمين ويصفى على اليسار صابر ما يلعبش على اليمين يلعب يلعب بيبون تشكون يانيك يانيك نيا كانك هذه ليكيب تيب ليكيب تيب باش نكمل معاك خالد راضي على مسيرتك في المنتخب الحمد لله راضي من 2008 ل 2015 كانت تنجم تكون افضل كانت بيان سور عشت برشا بطولات افريقيا خالد منهم من بطولة افريقيا اللي تكلموا عليها برشا عادل الشادلي حمد الحرباوي شنو رايك في الكلام اللي قالوه خالد بخصوص الانضباط في مجموعة وقتها عندي ما نقول بالنسبة لنا احنا الكوزينة انترنا ذي ما تخرجش لبرا عنا جونا في الكيب ناسيونال اللي يتكلم على اصحابه موش باير هذا منتخب يهم الشأن العام هي يهم الشأن ما العام ما يشتغل ما يشتغل ولا دارك معناه اي اما نحن شعملنا معناته اللي يقولوا فيه رو غلط الكل تقولي مو صحيح اوكي مو صحيح ما تتقالش ما نجمش انا مثلا نخدم في جمعية نخرج نتكلم على اصحابي اخي هو كل ما تنجو كل كتير ما لازم تكون عائلة واحدة باش تنجح يما لازم يكون وقت انضباط واحد لما جنود انتم والله العلي العظيم منضبطين والله وعنا جروب ماش عادي ما مشيتش الريزيتا ما مشيتش الكرة اما كان مشيت شوية الغلطة اللي عملها بلبولي اللي نقروا احنا في الفينال في الفينال حسب رايك علاش قالوا كيك خاطر ما لعبوش نورمال وهم هم بلوس كو سا زوز ما هم داخلين رواحهم في الجروب راه معناتها زوز عاملين جو نتاع فرانسيس وترا شنو هو حمدي حبيبي تونسي اي ما هو عامل جو نتاع البر ماهوش جو اناتيكا متكبر شويه على اصحابه نقولوا متاكد مش متكبر ما يعرفش يتكبر ساوي الحاج اما ماهوش معناتها ماهوش مدخل روحه معناتها ماهوش ما يتقالش الكلام يتقال وكلام كلام كبير برشا ما يتقالش جد تك صحه خالد شرفتنا اليوم بحضورك ما نحبش نطول عليك عندكم عندك التزامات غادي مع الصغيرات استنوا فيك استنوا فيا خليك في الاخر كنت حاب تقول حاجه مع الببليك الكلوب اسبيرونس والله نحب نشكر جماهير الترجي والاسبيرونس وستاد تونيزيان ونعاود نطلب السماح من اللقطه اللي صارت مع جول المرسى نطلب السماح من الجمهور الرياضي من هو ليه أه؟ من هو ليه بما وان شاء الله ما تراو كره مزيانه وان شاء الله اللي تيران سورتو في تونس يتقدوا وان شاء الله المنتخب ينورنا السماح وان شاء الله انت كيف كيف نشوفوك مدرب كبير هذا في دبلوماتيك ان شاء الله وتاخذ الفرصه اكيد تستناها خالد من لاعبين دوليين كيفك نحتاجوهم في كرتنا دونك هكا كانوا نكملوا الجزء الاول من حصتنا اليوم نمشيو للموسيقى وبعد راجعين في زون ميكس